أنا أرى هذا الحماس إنه حماس صادق وليس حماسا إعلاميا كما توقع البعض أو تمنى البعض. أيوة. أن يكون فرقعة إعلامية يطلع الكل مستفيد منها تلميع و... لا، ده في شيء ملموس على أرض الواقع يتم السعي إلى تحقيقه بأسرع وقت. أيوة. والتحركات المكوكية أنا لسه بقول لك أنا مشفق على الكابتن الخطيب ومجلس الإدارة فيذهب إلى السعودية، يعود إلى دبي، ثم إلى القاهرة، وبعدين تبدأ جولة داخلية بين الفروع، واجتماع لجنة كورة، واجتماع مكتب تنفيذي، واجتماع مجلس إدارة، وهكذا يعطي مؤشرا أن الأمر مش كلام، الأمر حلم ناس عايزة تجري تحققه. أيوة. وهذا ما نراه في الدولة، يعني أنت لما تشوف ما تم إنجازه في السنوات الماضية أسرع من الزمن. يعني الناس قالت إيه يعني نصرف كتير ليه عشان نعمل قناة السويس والتوسعات، يعني ما كنا عملناها على سنتين ليه على سنة؟ هي السنة دي رسالة، هل نستطيع أن ننجز وبسرعة أهدافنا؟ أيوة نقدر. لماذا نتكاسل؟ يبقى المسألة أنت بتدي ما يلهمك أنك تقدر تعمل كده. أيوة. النهاردة هذا الحماس عندما ينتقل إلى شريكك الحقيقي وشريكك الروحي واللي بقى له مسؤولية مع النادي الأهلي بصفته رئيسا شرفيا للنادي الأهلي، أن يتحرك بنفس الحماس وبنفس الواقعية وبنفس الاندفاع.